مشاهدينا الكرام، للحديث عن تزايد الحرائق في العراق وأسباب تلك الحرائق معنا هاتفيا من محافظة صلاح الدين بالعراق الناشط المدني كرار محمود. مرحبا بك كرار. إذا في يوم واحد شبت في محافظة ذي قار وحدها أكثر من 6 حرائق، وكأن الحرائق في العراق أصبحت يعني عرفا موسميا مع بدايات كل فصل صيف لأسباب ربما بعضها مفتعل وآخر من جراء مشكلات يعني في الكهرباء. أين الحكومة ومؤسساتها من تكرار هذه الحرائق؟ أهلا وسهلا أخي العزيز، حياكم الله وحيا الله متابعي ومشاهدي قناة الرافدين الفضائية. ومهم جدا تسليط الضوء على هذا الموضوع الحساس الذي يعاد في كل عام. نعم. نحن في العراق لا توجد حرائق غير مفتعلة، كل الحرائق مفتعلة، حتى التي ذكرتها الحرائق التي بسبب خلل في بناية في كهرباء معينة، هذا أيضا هذا متعمد، لأن هناك تقصير في واجب الإصلاح لهذه المنظومة. هناك تقصير حكومي واضح جدا في هذا الملف، والحقيقة يعني لذلك يعني شاهدنا او لاحظنا انه خلال هذه 15 يوم يعني لجنه الامن والدفاع النيابيه تطالب وزير الداخليه بفتح تحقيق شامل لاسباب الحرائق في العراق. تمام؟ وايضا طالبت بارسال النتائج. يعني الحرائق بالعراق حقيقه مساله هي تضاف الى المشاكل الموجوده، والعراق هو حقيقة المشاكل كثيرة جدا، لكن مسألة الحرائق في الدوائر الحكومية، في المستشفيات، في البنايات الأسواق المهمة، كذلك يعني نلاحظ أكو مسألة مهمة جدا. يعني هل فكر مثلا المسؤولون في وزارة الصحة العراقية أو أي وزارة مسؤولة عن السلامة، لماذا جميع حرائق المستشفيات في العراق تحدث في قسم محدد هو قسم الأطفال والقدج؟ يعني هذه مسألة يعني تخلينا دائما نقول ليش؟ نعم. حقيقة هذا القسم يعني لو يعني لو أعدنا الذاكرة في الأعوام السابقة والعام الحالي نجد أن جميع الحرائق حدثت في هذا القسم بالتحديد. نعم. إيه ليش؟ نعم. هل كلفوا فريقا بحثيا للتحقق من هذه المسألة؟ هل أصدرت اللجان التي شكلت نتائج على أرض الواقع ولاحظها المواطنون؟ سنأتي إلى هذا أيضا سكرار، لكن يعني كما تفضلت بعض الحرائق تعزى أسبابها إلى تماس كهربائي مثلا. إلى أي درجة ترى أصلاً أن الشبكة الكهربائية في العراق يعني هي مترهلة بحيث تسبب هذه الحرائق، خصوصاً في المؤسسات الحكومية التي من المفترض هذه مؤسسات حكومية أن تمتلك أنظمة أمان لمنع نشوب الحرائق، كما تذكر أيضاً فرق الدفاع المدني وتعاني من هذه الظاهرة. أستاذ العزيز، احنا يعني غالب العراقيين هم موظفين في دوائر حكومية. نعم. يعني لم نلحظ إلا نادرا أن هناك مؤسسة حكومية فيها منظومة إطفاء حريق. والمسألة هي واضحة جدا، هناك يعني كما أسلفنا أنه حرائق متعمدة، وهي الحرائق التي تحدث في المؤسسات الحكومية في الأقسام الحساسة، قسم التحقيقات، قسم الوثائق، قسم يعني هذه أقسام كلش قسم هذه أقسام كلش مهمة وبها وثائق مهمة تصير بها حرائق. الموضوع الآخر، أكو إهمال حكومي واضح وتقصير واضح تجاه إصلاح منظومة الكهرباء. يعني كان المفروض على وزارة الكهرباء العراقية أن تفهم أنه الصيف مقبل وقبل يعني قدوم موسم الصيف أن تستعد استعداد كامل لإصلاح وإصلاح المنظومة الكهربائية من أي خلل. نعم. الآن الواقع
أستاذ كرار، على مدار العام يعني تصل حالات الحرائق ربما للآلاف، تسبب بخسائر فادحة كما هو معروف على المستويين البشري والمادي، ولكن لا يزال هذا المشهد يتكرر في العراق كل عام. أين ذلك الواقع من شعارات الإصلاح والتنمية التي تنادي بها كل حكومة متعاقبة على العراق منذ عام 2003 وحتى الآن؟ والله أستاذي العزيز، الحقيقة أن الشعارات، هذه الشعارات الرنانة نسمعها يعني منذ سنوات طويلة، وكل حكومة تأتي تلعن أختها بأنها قصرت، ثم تأتي الحكومة التي بعدها فتلعن سابقتها. احنا نعيش في دائرة الشعارات بالإصلاح وبالإنجازات الوهمية، ولكن على أرض الواقع أن المواطن لم يلمس إلى الآن أي إصلاح حقيقي، ولم يلمس إلى الآن أي تحرك جاد للإصلاح لمنظومة الكهرباء على المستوى، يعني على المستوى الأهم، بما أننا في فصل الصيف. لذلك يعني وزارة الكهرباء تصرف عليها مبالغ طائلة جدا في كل موازنة من موازنات الدولة العراقية، ولكن الحقيقة أن هذه الميزانيات المليارية التي تصرف على وزارة الكهرباء لم نجدها على أرض الواقع حلت مشكلة بسيطة، مشكلة الكهرباء. صح. ما في دولة في العالم الآن تعاني من مشكلة مثل ما يعاني العراق من مشكلة الكهرباء. الموازنات هائلة يعني. بالضبط. في سؤال أخير. عذرا المقاطعة، في سؤال أخير باختصار لو سمحت، يعني بالعودة إلى حرائق سابقة وتحدثت أنت تفضلت بذكرها أخذت صدى عالميا، مثل حريق مستشفى ابن الخطيب، مستشفى الناصرية، حتى صالة أفراح الحمدانية مثلا في الموصل سقط مئات القتلى والمصابين، شكلت لجان تحقيق لكنها لم تصل إلى درجة إدانة ومحاسبة المسؤولين الفعليين، أين تذهب هذه اللجان؟ اللجان لا 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 تأتي بنتائج. هذا معروف في العراق، ليس على مستوى الحرائق فقط، على جميع المستويات، المستوى الأمني، الاقتصادي، السياسي، على وكذلك يعني مشكلة الكهرباء، جميع المشاكل التي حدثت في الكهرباء او الحرائق انتجت يعني الحكومة العراقية اوعدت بانه التحقيقات ستخرج لاحقا. لكن أخي المسألة واضحة جدا، أن هذه الحرائق مفتعلة، وأن الفاعلين هم جهات مرتبطة بأجندات ومرتبطة ربما حتى بالحكومة. ويعني جهات فاعلة وربما مرتبطة بأجهزة يعني ميليشياوية. فلذلك يعني مثلا حريق الحمدانية، القاعة تابعة لأحد الفصائل. مثلا تأتي الوزارة المعينة، تأتي ترى أن يعني المشكلة واضحة أنه في العراق لا توجد نتائج لأي لجنة من اللجان التي شكلت في الحكومة العراقية. هذا يضعف ثقة المواطن بالحكومة. الحكومة يجب أن تنتبه إلى هذه المسألة المهمة. هذه مسألة مهمة جدا. المواطن يفقد الثقة بالحكومة العراقية في عندما لا تخرج اللجان بنتائج وتظهرها للشعب العراقي. إذن من صلاح الدين الناشط المدني كرار محمود، شكرا جزيلا لك.